هو فين يا واد يا ابني اللي هودينا حمام السباحه؟ تعال ياما، واحد صاحبي جاب توك توك، هو لسه جايبه دلوقتي. التوك توك اللي واقف ده يعني يا واد يا منيل؟ ايوه ياما، يلا يلا. خد يا ابن العبيط، هياخد كام يا واد يا منيل الاول؟ ياما مش هياخد كتير ياما، ده هم 20 جنيه بس. يا لهوي 20 جنيه كتير يا واد يا منيل. ياما كتير ايه بس ياما، المشوار عامل 50 جنيه وعشان صاحبي خلوا لي 20 جنيه. لا خرب بيتك وبيت امك، صاحبك يبقى يوديك ببلاش. طب تعالي بس ياما، يلا يلا. طب خش يلا ترزي في التوك توك. يلا انت يلا يا ام كشكيش، انا استحمى الصلاة على النبي. اركب يا اخويا، يا رب التوك توك بس ما يعطلش بينا. لا حلو التوك توك ده، حمرا. هو ايه ياما اللي حمرا؟ هي بطيخه، ده توك توك ياما. انت مال امك يا عجل يا ابن العجله، اركب وانت ساكت. يلا يا ام كشري اركبي. خلاص ماشي هركب. التوك توك ده فيه بنزين ولا ما فيهوش؟ ايوه يا ست الكل فيه بنزين. اركبي ياما بقى. ماشي يا ابن العبيط هركب. امشي بالراحه. خلاص ماشي يا ست الكل. امشي يا اسطى، وصلنا بسرعه. ماشي يا لهوي. يبقى انا بقول له بالراحه يا واد يا منال، تقول له انت امشي بسرعه. والله ما اوديك حمام السباحه يا معفن. يما عشان نوصل يما اليوم هيروح مننا. نهارك ازرق، انت مجنون يا واد ولا ايه؟ لسه بدري، الساعه 4. خلاص ماشي، امشي يا عم سعيد. يلا ماشي يا كشري. ما تشغلنا اغنيه اوكا اورتيكا. بقاش اغاني يا ست الكل. يا لهوي، بقى ابن الكلب جايب لي توك توك ما فيهوش اغاني وعايز 20 جنيه؟ وفي ايه يعني ياما؟ يعني ياما ده تكنا عليك وعلى اجابك. خش يا اخويا شويه بقى عشان عاوزين نروح نستحمى. ماشي يا ست الكل، داخل اهو. يلا يا باشا خش هتجيبك. يلا يا ام كشري، ده حمام السباحه. صلاه النبي صلاه النبي. يلا يا واد يا منيل. يلا ياما يلا. صلاه النبي صلاه النبي، اخيرا واحد هيستحمى. يا لهوي ياما، خد ياما، انت بتجري كده ليه ياما؟ امشي يا ابن العجله بقى. خلاص ماشي جاي وراك اهو. يا لهوي كلب، يا لهوي ده بيطلع لي لسانه. يا لهوي ده شكله غبي بس صغير. هش ايه ياما بس، انت عمالة تكلمي الكلب. يا خرب بيت امك، الكلب كان هيعضني. خش ياما بقى ياما، تبقي مع الراجل. خلاص ماشي يا منيل. قول يا كشري. ايه يا عم سعيد؟ هات يا عم 20 جنيه. خلاص يا عم يبقى ليك 20 جنيه عندي. عليا النعمه يا كشري، لو ما اديتنيش ال 20 جنيه مش هروح معاك اي مشوار تاني. ليه بس كده يا اسطى؟ بس اقول لك على حاجه، ده مصلحه. يلا امشي. لا يا رب تغرقوا انت وامك في حمام السباحه يا كشري. جري يا بقى انت اهو. هو فين صاحب المكان؟ انت ست عايز ايه؟ تعالي هنا. ايه ده صاحب المكان اهو؟ انت يا عم عايز ايه يا ست الكل؟ عاوزين نستحمى. الساعه عندنا ب 120 جنيه. يا لهوي 120 جنيه؟ طب ما استحمى في الطشت في البيت احسن. ليه يا عم الحاج 120؟ والله لو مش عاجبك روح استحمى في الطشت بتاعكم. لا عاجبني وخلاص، بدل ما اروح مصيف ادفع 150 ادفع هنا 120. و20 توك توك يعني كده 140، بس انا وفرت كده 10 جنيه. لا فكره برضه، لا انا هقعد انا والواد ابني هنا. ايه يا كريم الولاد دي؟ الولاد دي مجنونه ولا ايه؟ يا لهوي هو مين الراجل بيشتمني ده؟ انت مجنونه؟ ده العمده. العمده؟ منور يا عمده، والنبي يا عمده توسط لنا مع الراجل ده، خليها ب 20 جنيه. ده انت طماع قوي يا ست انت. بقول لك يا كريم، زي بعض باين على ست غلبانه زي بعض. يوم ما هتتخاني ولا ايه؟ عشان خاطرك انت عمده بس انا هدخله ببلاش. صلاه النبي، والله العظيم انت احسن عمده في مصر. ده انت احسن من جعفر العمده. خلاص ست يلا خش يلا هتاكل دماغنا. يا نهار ازرق، ده انت شبر ونص حتى. لا انت قدك ده وبتتكلم وبيطلع لك صوت قد كده. ماشي يا ماشي يا شبر، ماشي يا صاحبي. عارف لسانها ده عاوز قطعه ربنا. انا خاف الناس تضربنا هنا ولا تكتفنا. يا ست انت لسانك طويل ليه؟ ما تهدي شويه. هو كريم هيدخلك خلاص، مالك؟ ايه المشكله بقى معاك؟ في ايه بس يا عمده مزعل نفسك ليه؟ ده انا داخله ببلاش بسببك. ماشي يا ست، ما انت عماله ترد في الكلام. خلاص بقى يا عمده عشان خاطرك انت بس انا هسكت، لكن انت يا شبر ونص لو اتكلمت هنزلك الميه معايا. استغفر الله العظيم يا رب، ايه الست دي؟ يلا يا واد يا كشري. ايوه ياما جاي اهو. خيرا هتحمينا ياما. يا نهار ازرق، ايه العيال دي كلها؟ يا لهوي ياما، ايه العيال دي كلها؟ دي كله هيستحموا معايا؟ لو انا اللي بفكر هستحمى لوحدي. ده تلاقي الراجل صاحب المكان ده بيكسب فلوس قد كده. العيال اتلموا على امي، يا نهار ابيض. طب يلا نستحمى. يلا يلا. ايه ده؟ بيروحوا معاه على حمام السباحه. يا حلاوه، دي العيال كتيره قوي. ايه ده؟ فين يا عم ده اهو؟ ايه الله، ريحه الميه حلوه. ايه ده يا علي؟ بص على المزه الجامده اللي جت دي، دي طالعه نيله. يا جميل تعلان ليه؟ يا لهوي ده ماسك شنبه عامل زي شنب الصرصار. يا مزه مش عاجبك الشنب الحلو ده؟ يا راجل يا منيل ما تتلم. بقول لك يا علي روح انزل الميه. روح. ماشي يا بابا. يا لهوي ده طرق الواد ابنه. قول لي بقى يا جميل انت منين بقى يا جميل؟ اه قول لي انت منين.
يا نهار ازرق، مالك يا راجل يا منال فيك ايه؟ ايه يا موزه بس، في احنا عايزين نتعرف مش اكتر. نتعرف؟ لا يا اخويا انا منطبطه بابو عمر. بقول لك ايه؟ طب ما تعتبريني ابو عمر. لا يا اخويا ابو عمر واحد بس. طب بقول لك يا جميل، ما تيجي انا وانت نبلبط في حمام السباحه شويه. نبلبط؟ يا منال الواد ابني قاعد هنا في الميه. تعالي بقى انتوا رخمين ليه؟ تعالوا نلعب مع بعض. هنلعب ايه؟ هنلعب مع بعض كوره، تمام؟ حد معاه كوره؟ انا معايا كوره اهي. ايه ده؟ معاه كوره؟ هات الكوره من هنا. يلا بقى نلعب. يلا بقول لك ايه، الواد ابنك في حمام الاطفال، ما تيجي انا وانت في حمام الكبار يا جميل. يا لهوي والنبي فكره، انت بتعرف تعوم؟ بصراحه كده ما بعرفش اعوم، وانا نفسي حد يعلمني. والنبي فكره، اغرقه واموته واقول لابو عمر واحد كان عاوز يتحنبرش بيا ورحت مغرقاه. غرقني بس يا جميل، انا نفسي تعلميني العوم. عايز تتعلم العوم من عينيا؟ من عينيا دول العسليات الحلويات الجمال دول. الحلويات بس. بقول لك ايه، ماشي يلا تعالى تعالى ننزل الميه. يلا طب اصبر عشان الواد ياخد باله. انت يا واد يا كشري اتضير كده يا واد. ايه ياما الضير دي ياما؟ يعني لف وشك كده يا واد يا منيل، مش عارف اخد راحتي. والف وش ليه يعني؟ نيل عليك وعلى اللي جابك، ما تسمع الكلام يا واد يا منيل ولا نروح. خلاص خلاص اهو، تعالوا يا جماعه نلعب كده يا جماعه. يلا 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 يا منيل نروح نتسحب كده وروح الحمام انا وانت وما فيهوش حد الحمد لله. اوعى تعمل لي حاجه. لا ما اقدرش، انت تعلمني العوم بس. اوعى تشربني حاجه صفاريكه ولا حماريكه. حماريكه ايه واصفاريكه ايه؟ احنا هنبلبط بس شويه يا جميل. انت يا عسل. يا لهوي الراجل ده بقه بينقط عسل. ما تقول لي يا نن عيني. بس كده يا نن عيني. يلا بقى. ايه ده يا اما، في حد بيعشق ولا ايه يا اما؟ يا لهوي لا ما فيش حاجه يا واد يا منيل، العب مع اصحابك. اه بفكر الراجل لابس احمر ده كنت هطلع اديله علقه دلوقتي. يلا يا جميل بقى نخلع من الواد ده. ما تصبر طبي الواد ياخد باله. يلا يا واد بقى العب يا واد يا منيل، يخرب بيتك وبيت امك يا ابو كرش. خلاص ماشي يما بلعب اهو. ياه اجمل لحظه دي ولا ايه؟ تعرف تعوم ولا لا؟ علمني بقى يا ام كشري. طيب تعالى كده على النجيله. يلا يا ام كشري. هو ده؟ ايوه هو يا ام كشري في حلاوه. يلا بقى انت اللي هتبدا. انا قلت لك ما بعرفش اعوم يا ام كشري. ما تعرفش تعوم بس انا هقول لك على قواعد العوم. بص اول حاجه صلاة النبي يا صلاة النبي. الحقينك. يلا يا رب يموت في طيز. الحين يا وليد. يا لهوي ده راجل هيموت صحيح. استنى كده يا واد يا منيل. ايه؟ يا حن ما ساعوي ما ساعوي، انا بقول تموت احسن. يا ست الحين يا ست. خرب بيتك الماية ساعة الحقك ايه؟ مفيش حد هنا غطاس. بص بقى انت اقف مكانك هنا وانت روح هنا قدام. يلا كل واحد يقف مكانه. يلا هنحدد في بعض. يلا روح هنا قدام يا عسل. يلا 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 هديها لك هديها لهم كده ماشي. واللي هتقع منه هينزل فيها. يلا بس الراجل هيموت وحرام، كان نفسه يمشي معايا بس هنزل الحقه. يا لهوي ما ساوي، انا بعوم كلابي. يا لهوي جاي لك اهو يا عبد البحر. تعالي لي تعالي يخرب بيتك بقى انت تنزلني الميه. اطلع انزل انزل اطلع انزل. انت عاوز تمشي مع ام كشري؟ تعالى يا ست انت بتتخانق معايا ولا بتعلمني العوم؟ لا انا هغرقك. تعالى ام كشري واحد بس. ايه ياما مفيش حاجه يا واد يا كشري، ده واحد بيعاكسني بضربه. جدع يا عم اديله على وشي اديله. انا هموت يا واد يا كشري. تعالى يخرب بيتك ايدك تقيل. قلت لك في الغشب تفوت. اي يا نهار ازرق. خد 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 خد. ده انت ما ده انت يومك اسود. شايفين امك تعمل ايه بالراجل؟ تعالى رايك يا واد يا كشري هموته. اديله يا اما اديله. انت بتعكس ام كشري، انت ما تعرفهاش، ده انت مجنون. اطلع انزل اطلع انزل. فينك يا ابو عمر؟ شوفني. يا لهوي الراجل بيموت يا جماعه. الله يرحمك بقى. يلا نكمل لعب. يلا.